وانا هبدأ معاك، معلش مش هاخد كتير في اللقاء بتاع الاهلي والزمالك ولقاء القمه، لان احنا عندنا خلاص حاجات قدام مهمه، بس هروح مع اللقاء ده تحديدا على قضيه التحكيم. الطاقم التحكيمي الاسباني اللي كان اكثر من رائع بصراحه، شفنا مباراه سلسه، شفنا مباراه جميله، شفنا هدوء في الاجواء في الارض، شفنا فيرم او زي ما بيتقال كده في منحنى كيف تقول تكبر لا فيرم حاجه يعني حاجه يعني مهم يعني في صرامه لما كان في اي لاعب، وبتكلم اي لاعب بيحاول يضيع وقت، كنت بتلاقي الحكم رايح والموضوع يا تقوم يا هتاخد كارت. لا كان اداء تحكيمي اكثر من رائع. ممكن نبدا بالاداء التحكيمي الاجنبي ونتكلم شويه عن التحكيم المصري. بسم الله الرحمن الرحيم. الاول طبعا عقده الخواجه ولا الحكم الاجنبي مختلف عن الحكم المصري، ولا اسئله لازم نقولها الاول؟ طبعا ماشي. طبعا لان طبعا دي بتفرق. طبعا الحكم الاجنبي اكيد يعني له ستايل وله شكل مختلف وله احترام مختلف وليها ليه سي في نضيف، يعني هو جودته برضه ما هو جاي وما عندوش خلفيه في مشكله بازمه وفاكر فلاني لما عمل غلطه الفلانيه وفاكر مش عارف مين. فده جاي بخلفيه نظيفه وجاي الدنيا كلها بالنسبه له مهيئه ليه انه يبقى يعني يؤدي مباراه كويسه، فكل الناس بتتقبل هذه القرارات والاحكام. وخلينا نقول برضو جزئيه مهمه، ان الحكم ده جاي وعارفين انه جزار في اعطاء الكروت الملونه واعطاء في ونفس التوقيت اعطاء الضربات الجزاء. فكل الكلام ده اتنشر عنه قبل او اول ما تم الاعلان عنه، فكل الناس قرت، المدير الفني اكيد في الاهلي قرا، المدير الفني في الزمالك قرا، اللعيبه يعني قرت عنه كل التفاصيل، فبالتالي كانت خايفه انها تعمل اي حاجه وتلاقي ايه في مشكله. طب في الاداء بتاعها لو بعدين جاي من غير حسابات ولا عارف مين اللعيب النجم اللي لازم يراعيه. ما يعرفش هو يعرف بس في مصر محمد صلاح، بس محمد صلاح ما بيلعبش في مصر. تمام فده اللي ادى الانطباع على انه حكم جيد. هو حكم جيد وعدى بالمباراه الى بر الامان وساعده كده الجمهور، سلوك الجمهور، سلوك اللعيبه كان رائع سلوك بصراحه من الجانبين، وده واللعيبه نفسها يعني ده اللي خلى رابطه الانديه المحترفه المصريه تشكر النادي الاهلي وتشكر جمهورين وتشكر السلوك الرائع ده، لان من ايام من فتره كبيره ما شفناش السلوك الحلو ده والرائع ده، وده اللي خلى الناس كلها بتتكلم على الفنيات. الاهلي كان حلو في الشوط الاولاني، الزمالك كان حلو في الشوط الثاني، الناشئين ظهروا في الزمالك، النجوم الاهلي فيه شويه مستوى ما كانش، فالناس كلها كانت بتتكلم في الفنيات ما بتتكلمش في حاجه ثانيه خارجه عن الاطار الفني، وده المطلوب. يعني اي مباراه تتلعب المفروض ان اركز على حاجه واحده بس، المباراه، كاتشانه المديرين الفنيين، تغييراته، المباراه مشيت ازاي، اتعمل فيها ايه، ايه الدروس المستفاده منها، ما ببصش بقى على الجمهور وشتايم الجمهور وده بيشتم في ده. لا كان في تركيز، عشان كده الكوره بتتقدم في البلاد الثانيه عشان خاطر هم بيركزوا جوه المستطيل الاخضر. بس اقول لك حاجه برضو، يعني فضلي. في شغب كتير جدا بيحصل خصوصا بعض البلاد، يعني الجماهير الانجليزيه يقابل برابع بيحصل، بس احنا سعداء، مش هنقارن نفسنا، احنا سعداء كابتن عبد المنعم، استاذ عبد المنعم، ان احنا وصلنا بالرقي ده. كابتن حلو، انا والله بيتقال لي كابتن نهوان ده، انا شخصيا انا عاجبني برضو كابتن وبعدين يا كابتن. فالمستوى اللي احنا وصلنا له هو ده اللي فعلا لازم ان احنا نشيد بيه، لان كان حاجه راقيه جدا، ده حاجه راقيه وركزنا ومن اللعيبه ومن الكل بصراحه. لكن حكم يعني كان في تخوف منه في البدايه، لكن الحكم عدى بالمباراه الى بر الامان وخلانا نتكلم فنيا، وده نتمنى ان كل الحكام اللي يجوا مصر يكون بالشكل ده من الانديه الخمسه. صحيح.